الجميع يتحدث عنها، الجميع يشتريها والجميع يستهلكها. نتحدث عن الأطعمة الخارقة أو السوبر فود. العلم يقول إنه هذه الأغذية الخارقة تمنح جسم الإنسان أفضل ما فيها من فوائد مع أقل الأضرار. طبعاً الأصل في الأمر التنوع والوسطية في التناول ومعرفة حاجة الجسم من الأطعمة. يعني فقرة تغذوية وفائدة كبيرة بامتياز. أكيد أرحب بضيفتي ريتا عون. يسعد صباحك ريتا. وأيضا شيف إيفا رعيدي. يسعد صباحك شيف إيفا. وأكيد محضرت لنا وصفة شهية ومغذية. ولكن قبل ما ندخل في التفاصيل خلينا نروح إلى الزميلة ولاء أبو سرايا اللي تحدثنا عن أبرز الأطعمة الخارقة. هلا وسهلا. تفضلي. عدة أطعمة خارقة يجب أن تدخل في غذاء الإنسان لكي يتمتع بصحة جيدة. أبرز هذه الأطعمة الأفوكادو، وهي ثمرة غنية بالألياف عالية القيمة الغذائية، فضلاً عن احتوائها للمعادن والدهون الصحية والفيتامينات المفيدة. سمك السالمون، وهو من الأغذية عالية الدهون الصحية والفيتامينات والبوتاسيوم والسيلينيوم، فضلاً عن الأوميغا 3. الكركم، وهو من أنواع التوابل المفيدة جداً كغذاء مضاد للأكسدة ويحوي مضادات للالتهاب، حيث يدخل الكركمين كعلاج طبيعي لعدة أمراض. زيت الزيتون، ويعتبر من أهم دعامات النظام الغذائي المتوسطي، فهو مليء بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، ويعد أساس علاج الالتهابات، كما أنه يقلل أمراض القلب والسكري. أيضاً تدخل النباتات الداكنة والتوت والشاي الأخضر والبيض والبقوليات والمكسرات والبذور، إضافة إلى مشتقات الألبان والثوم والزنجبيل والبطاطا الحلوة والفطر والأعشاب البحرية، وكلها ضمن قائمة الغذاء المميز. مع أمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية. شكراً. عودة إلى ريم وباقي فقرات صباح العربية. شكرا لك ولاء، يديك العافية على هذه المعلومات. يعني صراحة بالفعل يمكن نتكلم ريت إنه السوبر فود كثيرة صارت وكلها مصادر متنوعة للغذاء وكذا، لكن إيش هي السوبر فود؟ إحنا بنتكلم عن إيش بالضبط؟ يعني هل ممكن إني أنا أخذها بشكلها الطبيعي ولا ممكن أدخلها بأشياء تانية؟ وهل هذا يقلل من قيمتها الغذائية؟ صباح الخير. اهلا وسهلا. السوبر فود هلا صارت موجوده وين ما كان، احسن من قبل، صارت متوفره، فينا نجيبها بالسوبر ماركت، فينا نجيبها نعملها بالبيت نحطها باغراضنا. اول شيء بس نقول شو هو السوبر فود. السوبر فود هي الاطعمه خارقه غنيه بالمعادن بالفيتامينات بالالياف وبالدهون الغير مشبعه المفيده لجسم الانسان. من تميزات السوبر فود انه هي بتقلل من الامراض عند الانسان، وكمان بتعطيه طاقه وبتحسسه بالشبع، يعني هي اكل صحي، اكل صحي متوفر، صار هلا موجود، فينا نزيده على اكلنا على الطبخه تبعنا، فينا نكون عم ناكله هو لحاله. ومثل ما اوريدي سمت كم هيك اكل صحي، انا كمان نحن حنحكي اليوم عن بعد من الاطعمه يلي هي صحيه وبتعطينا مثل نشاط وطاقه بلا ما تكون عم تاذينا بالعكس. هذا اهم شيء، ما تكون تاذينا وما تكون فيها سعرة حرارية كثير. ونبدا مع الاشهر والاكثر استخدام هو الافوكادو. يعني صار بيدخل في كل شيء، الساندويشز، السلطات وغيره. كلمينا عن اهميته وفوائده. الافوكادو بعقد لانه عن جد فيه غني كثير بالالياف، غني بالدهون الغير مشبعه المفيده، غني بالمغنيسيوم، غني بالبوتاسيوم، بالفيتامين اي، فيتامين سي، فيتامين كي. يعني اذا بدي اعدد قد ايه فيه فوائد الافوكادو ما بقى بخلص. وبقلل من نسبه امراض القلب، من نسبه امراض السكري، حتى بالدراسات فاجت انه بقلل من نسبه امراض السرطان. بس طبعا كل شيء زاد بالمعنى نقص. مزبوط. يعني الافوكادو صحي، بس الافوكادو كمان غني وعالي بالسعرات الحراريه. بالفعل. فنحن لازم نكون عم ناكل منه يعني بطريقه مقننه، يعني بالضبط، يعني ممكن يكون مو مع شيء اخر. طيب على بال ما نتكلم عن الاشياء الاخرى كمان نرحب بشيف ايفا، واكيد عندك وصفه يا ايفا بالافوكادو. طبيعي الأفوكادو أكل كتير صحية وبتضيف قيمة غذائية على مأكولاتنا، وحتى بتضيف قيمة طعمية على الأكل.
مش بس غذائيه، حتى طعمتها طيبه بالاكل وقتها نطبخ فيها. اليوم رح نعمل جواكابولي او هريس الافوكادو، ورح نضيف عليه البيبولين والتشيا سيد كرمال الكيمياء الغذائيه تبع الاكل اللي بنعمله. رح نبلش. طيب شيف، انت تبلشي تبداي اكيد في الكواكامولي اللي معروف انه صحي وغني وجميل ولذيذ جدا وبيتاكل مع اكلات كثير، ونكمل عن السوبر فود الاخرى. وعندنا ايضا بذور الشيا، يا ريت. بذور الشيا، بذور الشيا غنيه جدا بالاوميجا 3 وغنيه بالالياف وغنيه بالبروتين. معانا هنا احنا بذور الشيا، فينا نحطهم مثلا مع اللبن، فينا نحطهم مع الحليب، مع السلطه، حتى مع الجواكامولي. هلا رح نكون عم نحط بذور الشيا غنيه بالالياف والبروتين، وبتنقص يعني بتقلل من نسبه الامراض كمان. مع اليوغرت، مع الزبادي، مع اليوغرت، مع الزبادي، حتى مع اللبن. معروف الشيا بودينج، لانه هي مثلا بحطوها مع حليب كوكونات ميلك او شيء، بيعملوها اوفر نايت. أنا صراحة بعملها من وقت إلى آخر، جميلة جدا ومغذية. أيضا عندنا زي ما أنت جايبة هنا حبوب لقاح. حبوب اللقاح، حبوب اللقاح هن النحلة بتروح بتجيبه من الزهور، أوكي، وهي بتستخدم تتصير خبز النحل، يعني هن بيتغذوا منها. ونحن كمان فينا نكون عم نتغذى كثير من حبوب اللقاح، لأنه غنية جدا جدا بمضادات الأكسدة، وغنية بالفيتامينات، وغنية بالمعادن. كمان الحبوب اللقاح الحلو فيهم انه فيهم بروتين، بروتين عالي، مع انه طبعا مع انه هن مثلا نبات مصدر مش حيواني، بس فيهم البروتينات العاليه جدا. بس كيف ناكلها؟ يعني كيف ايش الاكل اللي اقدر ادخلها فيه؟ مثلا هلا رح نحطها مع الجواكامولي، فينا نحطها مع اللبن، فينا نحطها مع السلطه كمان، مثل تشيا سيدز، بس كل وحده منهم في عندها فوائد معينه، ففينا نحطهم اثنيناتهم بالسلطه او مثلا مع اللبن. انا بحب اخذهم مع الشيك فور اكزامبل، مثلا اذا بدي اعمل خلطة حليب افوكا والى اخره، وبحطهم كمان بروتين شيك، بيعطيني بروتين زياده. طيب خلينا اكلمك كمان الزبادي، انت جايبه معك الزبادي، ويقولوا انه منتجات الالبان ما تنفع لكل الناس وانه مخاطرها اكثر، لكن انت بتذكري انها من السوبر فود. صراحه الزبادي عن جد من السوبر فود، والمنتجات الالبانيه بالعكس منيحه، بس مهم تكون قليل بالدهون. مزبوط، قليله الدسم. مزبوط، لانه الدسم الموجود بقلب الاجبان والالبان والزبادي هو دهون مشبعة، فنحن مفروض نكون عم نجيبها قليلة بالدهون تنستفيد منها، لأنه عن جد اللبن أو الزبادي غني بالبروبيوتكس اللي هو البكتيريا المنيحة لجسم الإنسان، وهيدا نحن نحتاج له كتير، عن جد بيفيدنا كتير، وكمان غني بالكالسيوم وغني بالبروتينات، فنحن طبعا مفيد بصراحه، ما بيأذينا وبيفيدنا، وبالذات لما نحطه مع الشيا وشويه بلو بيري وكذا بيكون شيء احلى ترويقه. الله. طيب عمر، خلينا نروح للسعوديه، وسالنا الناس هناك ايش الطعام اللي تعتبره سلاحك لدعم صحتك والوقايه من الامراض. خلينا نشوف الاجوبه. والله صراحه يعني الكبسه هي الوجبه المفضله عندي، يعني صراحه، وانواع الكبسه يعني ما في نوع معين. أنا بالنسبة لي شوربة الخضار، حتى دائما الناس يسألوني لو ما بقى إلا وجبة واحدة في الحياة اللي هي شوربة الخضار المتكاملة، يكون فيها مقطع خضروات وسادة. عندك الفاكهة، عندك السلطات، هذه تعتبر ما شاء الله سلاح للجسم، مقاومة، بس إن للأسف متناسينها شوي. أنا دائما أحب الليمون والفلفل الأسود، فأعتقد إنها شيء يريحني نفسيا، اذا حطيت في الاكل ليمون وفلفل اسود اعتقد اني راح اقضي على كل الامراض اللي حطيتها. يعني فواكه، الخضار، المويه، هذه الاشياء كلها، كل ما حافظت على اكلك كل ما زاد صحتك. الغذاء المتوازن، حصه من البروتين، من النشويات، ومن السكريات، التوازن. التوازن مهم جدا. خلينا كمان نروح للشيف ايفا، الان انت هرستي هرسنا الافوكادو، وحطينا لايم جوس، هو مضاد للاكسده، بيخلي بيحافظ على اللون الاخضر تبع الافوكادو، وبنخلطهم. هلا انا شخصيا بحب احط شويه بصل بقلبها. بصل ابيض؟ بصل ابيض اكيد، لانه طعمته مش حره، مشان ما يقتل طعمه الافوكادو. تمام، وبنخلطها. طيب وجايبه كمان ايش هذا؟ هذا فليفله، بندوره، والمكون الاساسي كمان تبع الجواكامولي هو
السيلانترو، الكزبرة، الكزبرة الخضراء، هو اللي بيعطيها قيمه طعميه جيده، بديها كمان طعم كده، صح، ريحه بتشهي. ايه صح. هلا انا شخصيا ما بخلط البندوره، بحطه على الوجه بس اليوم لانه بدنا نحط لها تشيا وبيفولين، رح نحط لها البندوره بقلبها. حط البندوره، بس هو الافوكادو بينهرس بسهوله يعني، صح، خصوصا لما يكون بيستوي فبيكون سهل هرسه كده بالشوكه 100%، فما بيتعبنا. هلا هن عاده عن ايام الاستيك وقت اللي اخترعوا الجواكامولي كانوا يعملوها بالمورتر ام باستل، عندنا على العربي مدقه التوم اللي هو الهوند، صح، يد الهوند باللي هو النحاسي هذاك كذا، بس حتى الحجري هذا ممتاز يعني، هذا افضل شيء، هذا افضل شيء، صح صادق. هلا احنا بنحط تنسكوب الجواكامولي بالصحن. ما حطيتي اي اضافات غير اللايم؟ لا، ما هو بيحطها، في ناس بتحط لها زيت زيتون يعني، نحن بس هي الاوريجينال ما بيحطوا لها شيء، لانه انت وقتها بدك تاكلي افوكادو بدك تحافظي على طعمته، لانه وقتها بتبلشي تحطي زوايد رح تخسري طعميت الطعم بالضبط. طيب، وحتحط السيلانترو اللي هو الكزبرة، صح. طيب، ونحن هلا رح نزين شوي بال ريتا. ايش حتختاري سوبر فود نضعه ليصبح سوبر ميجا فود؟ هي اوريدي فيها سوبر فود الافوكادو، وهلا عم بتضيف لها التشيا سيدز، بذور الشيا، ورح نضيف لها كمان البي بولن. بدي اخبركم خبريه انه البندوره كمان سوبر فود، يعني الجواكامولي بتعقد. هتخليني سوبر وومن والله. هلا حناكل منها انا وياك، بنجربها ليش لا يعني. هلا عم نحط عم تحط البي بولن، ذات الاضافات هذه اللي مليئه بال، بس كمان بدنا ننتبه انه السعرات الحراريه تبعها عاليه، لانه الافوكادو سعراته حراريه عاليه، فكمان كل شيء بتوازن، كل شيء حلو بس نكون عم ناكله باعتدال. بالضبط، يعني ما راح اكل كواكامولي وبعدين اروح اكل كمان شيء ثاني يكون مدهن ويكون غني بالزيوت وال، صح. هلا الحلو انه الدهون غير مشبعه الموجوده هون، الدهون الصحيه. ريتا شكرا لوجودك معنا، والشيف ايفا يعني وصفه جميله اكيد حناكلها دحين على الهواء، شكرا لوجودكم معنا. شكرا، ثانك يو. مشاهدينا الى زوايا المراسلين، وقبل ذلك خلينا نشوف بعض الآراء من العلاقة. الطعام اللي تعتقد أنه هو سلاح لصحتك ويقيها من الأمراض؟ والله هو اللحوم، لأنه تحتوي على بروتينات اللي هي تبني العضلات وتبني العظام. أستخدم زيت الزيتون بالأكل أو أكل مسلوق. والله أكيد هو أكل البيت، يعني أكل البيت، لأن العطفين أول شيء النظافة والصحة. الأكل اللي فيه بروتين أكيد، أكل السمك، أكل الدجاج، أي أكل فيه بروتين ومفيد للجسم. صدر الدجاج شوي، وما غاد تسوي، أنا رياضي ما غاد تسوي عصير شوفان وموز وجوز، خبطهن وشابهن. صدر دجاج بيض سلق الصبح أكل. البيض السلق والجبن، الجبن الخالي من الدهون، فهذا يعني يكون اصح شيء يعني موجود، يعني خاصه بوجبه الفطار.